قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. السلام عليكم متابعي قناة ميديا ديزاد. في فقرة إخبارية جديدة نستهلها بالخبر الأول والمتعلق بأحوال الطقس في الجزائر، حيث حذرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها اليوم السبت من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى 60 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والغربية. وأضاف نفس المصدر أن الرياح مستمرة إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد على الولايات الآتية شلف البوليدة تلمسان، وكذلك على سواحل الجزائر العاصمة مستغانم معسكر وهران تيباز عين الدفلة عين تيموشنت وغليزان. كما حذرت نفس المصادر في بيان ثانية من استمرار هبوب رياح قوية تتعدى 70 كيلومتر في الساعة إلى غاية صبيحة يوم غد الأحد. وأضاف البيان في نشرية خاصة أن البحر سيكون هائجا وعلو الأمواج سيصل إلى 4 أمتار على السواحل الوطنية، السواحل المعنية مرسى بن مهيدي، الغزوات، سكيكدا، عنابة، جيجل، القالب، نيصاف، أرزيو، مستغانم، جاية، جيجل، أزفون، الجزائر العاصمة، دلس، وهران وبوهارون. الخبر الموالي تعلق بما قالته اللجنة العلمية لمتابعة ورصد كورونا حول حالة كورونا في الجزائر، حيث قالت اللجنة اليوم السبت إن المستشفيات الجزائرية أصبحت تقريبا خالية من المصابين بكورونا. وأرجعت اللجنة تراجع عدد الإصابات بوباء كورونا إلى الاستراتيجية المنتهجة منذ بداية الجائحة. وأضافت الهيئة أن تراجع عدد الإصابات لا يجب أن يخلق حالة من التراخي والاستمرار بتطبيق إجراءات الوقاية أكثر من إلزامية. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الوضع الوبائي في الجزائر مريح نوعا ما مقارنة بما يتم تسجيله في دول أخرى. وفيما يخص لقاح كورونا، قال عضو اللجنة العلمية لرصد وباء كورونا إن الحالة الاستعجالية التي تعرفها الجزائر لا تسمح للمواطن باختيار اللقاح الذي يريده. وأوضح رياض مهياوي اليوم السبت أن الجزائر تعيش حالة استعجال صحية ولسنا في وقت أن الإنسان يختار بين اللقاحات. وأضاف المتحدث في حوار لجريدة الشعب أن اللقاح الأول الذي يدخل البلاد يتم التلقيح به. وأشار مهياوي إلى أن كل اللقاحات التي اختارتها الجزائر كلاسيكية ولديها نجاحات كبيرة وتم تركيبها وفق تكنولوجيات عالية. وصرح المتحدث عندما يكون اللقاح نلقح أنفسنا ولا نذهب إلى السوبر ماركت، متابعا السلاح الوحيد لكورونا هو التلقيح. أما الآن إخوتي الكرام ننتقل إلى أهم خبر في هذه الفقرة الإخبارية والمتعلقة بأن الصحراء الغربية ستصبح حرة عن قريب، حيث وجه مجموعة من الأكاديميين والخبراء الجامعيين رسالة مفتوحة لرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بخصوص اعتراف ترامب بسيادة مفترضة للمغرب على الأراضي الصحراوية. وقد تم إرسال الرسالة إلى المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض بتاريخ 20 جونفي الجارية، أي يوم تنصيب جو بايدن رسمياً بصفته رئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. وبدأ الأكاديميون رسالتهم بالتعبير عن رفضهم الشديد لاعتراف ترامب بالسيادة المفترضة للمغرب على الأراضي الصحراوية، داعين إياه إلى سحبه بمجرد توليه مهامه رسمياً، وكان على رأسهم أكاديمي جزائري. وذكرت الرسالة بايدن بأن الصحراء الغربية مصنفة من طرف الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية كأراضي محتلة، وعليه فإن الشعب الصحراوي تواصل الرسالة يملك كل الحق لتقرير مصيره بنفسها عبر استفتاء أقرته الأمم المتحدة، ما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك الحق لتقرير مصير هذا الشعب فقط عبر إعلان أنه تابع لدولة ما. كما أشارت الرسالة إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية معترف بها من العديد من الدول، كما أنها عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي، ولذلك فإن إعلان ترامب قد وضع الولايات المتحدة الأمريكية في موقف الدولة المساندة لاحتلال دولة لدولة أخرى معترف بها دوليا دون أي حق. وفي حال الإبقاء على ذلك الإعلان فإنه يعد إساءة للسمعة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، كما أن من شأنه تشجيع دول أخرى على توسيع أراضيها دون وجه حق حسب تقدير كاتب الرسالة المفتوحة. واستشهدت الرسالة برفض الأمم القوية الذي رافق احتلال العراق للكويت في عام 1990 وانتهاكه لإقرار الأمم المتحدة وكيف قادت الولايات
الولايات المتحدة وقتها الجهود الدولية للتصدي للاعتداء على الأراضي الكويتية، لكن إعلان ترامب حول الصحراء الغربية يوحي بأن الولايات المتحدة أصبحت تساند هذه الممارسات. وذكرت الرسالة رئيس الأمريكي جو بايدن بحديثه عن إلزاميته أن تقود الولايات المتحدة الأمريكية العالم عبر تقديم المثل الواجب حذوه، وهو ما يتطلب احترام مقررات الأمم المتحدة ومن بينه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية ورفض التوسع في الأراضي بالقوة. تستشهد الرسالة في هذا السياق بتصريح وزير الخارجية الأمريكي الأسبق بايكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أسست على مبدأ التقرير الذاتي للمصير، وعليه فإن حرمان الشعب الصحراوي من نفس الحق يعد غير أخلاقي حسب كاتب الرسالة. وأشارت الرسالة إلى أن كل من بايكر ومستشار الشؤون الأمنية السابق جون بولتون قد دعوا لسحب الاحتراف الأمريكي بالسيادة المفترضة للمغرب على الأراضي الصحراوية، يضاف لهم السيناتور الجمهوري جيمس إنهوف والسيناتور الديمقراطي باتريك ليهي، والذين يعدون من أبرز مساندي الحق الصحراوي في تقرير المصير داخل إدارة الأمريكية، لتعود رسالة بعدها لسعي إدارة أوباما، ووقتها كان جو بايدن نائب رئيس في سبيل إضافة مهمة مراقبة حقوق الإنسان للبعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية مينورسو قبل التخلي عن ذلك بضغط من حلفاء المغرب، في إشارة للكيان الصهيوني الذي كان له نفوذ كبير داخل إدارة ترامب. وعليه تختتم الرسالة فإنه يتوجب على الرئيس الأمريكي بايدن التراجع عن إقرار ترامب والضغط لعودة مهمة حماية حقوق الإنسان لبعثة المينورسو، والتراجع عن قرار فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخل الصحراوية المحتلة. وجاء في قائمة الممضين على الرسالة المفتوحة قرابة 50 أستاذ وباحث أكاديمي من عدة جامعات بالولايات المتحدة الأمريكية ومن عدة دول أبرزها الجزائر، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، ألمانيا وأستراليا. صدمة أخرى يتعرض لها المخزن المغربية، وهذا بسبب ضغط الجزائر وحلفائها على الولايات الأمريكية المتحدة التي ستقوم بإلغاء قرار ترامب قريبا. أما أنتم إخوتي الكرام شاركونا آراءكم في التعليقات. الخبر الموالي إخوتي الكرام تعلق بالجسر الرابط بين الصابلات وجامع الجزائر، حيث دخل اليوم السبت الجسر الرابط بين منتزه الصابلات وجامع الجزائر حيز الخدمة بحضور وزير الأشغال العمومية فاروق شعلي، ورافق وزير النقل بالنيابة والأشغال العمومية فاروق شعلي خلال عملية تدشين الجسر إطارات من الوزارة ومسؤولين. ويمتد المحول والمنشأ الفنية على مسافة 400 متر بالطريق السريع الشمالي للعاصمة، ويسمح هذا المحول بالولوج إلى جامع الجزائر كما يساهم في السيولة المرورية بالولاية. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.